انتم مول مدير بتتكلم؟ طالباتي العزيزات، بكرة راح يكون يوم مفتوح وبنسوي لكم في مسابقات، والفصل اللي يفوزون بأكثر مسابقات بيروحون رحلة لحديقة الحيوان يقابلون أهلهم. فوزية المفروض تكون معنا هنا، لكن تقول عندها اجتماع طارئ. أرجوك تنجرة، متركني بحالي، أخواني ما راح يوافقون على زواجنا. هذا حتى بالأحلام تتزوج، بتخلص علينا رجال حتى بالأحلام. ولا كلمة، يلا أنا أفصلكم. بكرة لازم نفوز لأن بحياتنا ما فزنا بشيء. أول ما تشوفون بنت مخالفة النظام امسكوها وارموها برا المدرسة. أقوى خلنا نسحب بس على ناروتو ونمثل البنات المتوسط. طفشوني كل دقيقتين ساسكي يحاول يذبحني. يلا نبدأ مسابقة أحسن طبخة. من أول واحدة؟ أنا سويت لك كوب كيك وحطيت فيه خلطة سرية، بعلمك عنها بعد ما تأكلينها. هذا إذا عشتي بعد ما تأكلينها. لذيذ، والسم عطاها طعم لاذع ومميز، أقيمها 6/10. سويت لك كيكة أدوار علشان تكفي معدتك الأدوار. لذيذة، بس تقييمي لها 1/10 عشان أمك اشتكت علي عند المديرة. احنا جبنا لك جريش من طبخنا أنا وصديقتي. ايه هذه الأطباق السانعة، هاتوه هاتوه. أخيرا قدرت أن أشبع، والطعم ولا أروع. أنتم لحظة، وش القرف هذا؟ من مطيح شعره في الأكل؟ مدري، خل نفكر شوي. أحد يساعدني، طالبات قتلي يريدون. أرموهم برا يلا. والله اني داريه ما فينا امل. تصدقين شكله شعر اللي كان في الاكل. سرعه استيعابك اسطوريه. شوفي بتبدا مسابقه شهانه. شهانه وبس، والباقي كله خس. لولي ليش برا؟ يلا كل واحده مكانها، السباق بيبدا. معليش تاخرت، كنت عبي بنزين. احلام ممكن وش تاريخك على الهيتر؟ أقول ضفي وجهك، السباق جري مو بماري كارت. السيارات مخالفة لقوانين السباق، اطلعي برا. صدقيني أنا قريت إنه مسموح، عادي تتأكدين مرة ثانية. تحسبين بالفلوس تقدرين تغيرين رايحة يا الواطية؟ لا صح، تذكرت مسموح السيارات. يلا استعدوا للانطلاق. خسرنا. 1 2 3. أعطيني توقيعك، أخواني يحبونك. شلون أعطيك وأنا قاعدة أسوق؟ عندي فكرة عشان توقفين غصب. واو حتى وهي ما يتجنن. أبي أخذ يدي. أنا بأخذ رجلينها. يوه أخوش. والمركز الأول شهانة. ساعدونا البنات بخطر، في ولد داخل المدرسة ما يستحي على وجهه شوفوه. بس هذه شهانة، صح انها قبيحة لكن مو بولد. اذا قلت انها ولد معناها ولد. لا داعي تحتفلون فيني، شكرا خلاص نزلوني، اخاف اعوركم، نزلوني يا بنات. أوف. أشوة طحت على الزبايل ما تعورت. مو بزبايل هذولي، حنا يعني زبايل. قرب يا ولد، شنط ماركة قبل الخصم ب4000، بعد الخصم 15 ريال بس. لو سمحتي عندك شنطة جلد ثعبان؟ هي نعم أختي، وعليها توقيع ريتشيمارو بعد. واو كيوت جنن، شكرا. لو سمحتي أنا نباتية، عندك شنطة لي؟ جبت لك شنطة خاصة لك مصنوعة من جلد الفهد، عشان أدري أنك نباتية وتكرهين الحيوانات. مجنونة أنتي، أنا نباتية يعني ما أكل ولا أستخدم أي شيء مأخوذ من الحيوانات.
عاد انت مصدقة ذا جلد نمر حقيقي؟ لو اقطع جلدي انا واسوي منه شنطة اسهل. وش هذا الازعاج انت وياها؟ لا ولا شيء، بس قاعدة اترزق الله. وين ترخيص البلدية للبسطة حقتك؟ زوجة ابوي قطعته. انت الظاهر لو سألناك ليش الجو حار قلتي زوجة ابوي طقتني. صدقين؟ كنت شاكا هذا هو سبب الحرب. طلعوها طلعوها، لا اصير زوجة ابوها الثانية. للبيع للبيع، تاخذي ضرب قبل ما تمسكني الشرطة. وي حسافة، ما جمعت فلوس للرحلة. ها؟ تعالي تعالي، احنا فصل مغضوب عليه. والحين نبدأ مسابقة الألغاز، مستعدين؟ السؤال الأول، أين يقع سور الصين العظيم؟ في الكرة الأرضية. الطايف. الصين. الإجابة الصحيحة الصين، صح عليك يا لولا. قلت لك سور الصين بالطايف بين الصفا والمروة، أنا رحت له بنفسي. خلاص صح، تذكرت في قرود بعد. السؤال الثاني، وش الشيء اللي يمشي بدون رجلين ويبكي بدون عينين؟ الغيوم. بنت عمي. فوزية. صح عليك يا ملاك. خلاص ما يحتاج نكمل، واضح من الفائز بجدارة. يلا، ما توقعت أبدا أفوز. والله ملاك طلعت ذكية وإحنا ما ندري. أهلا بكم في تتويج ملكة جمال مدرسة، معكم فوزية ملكة الجمال المطلقات. رحبوا معي بلجنة التحكيم، دكتورة جمال اللي فيها كل شيء إلا الجمال، والمديرة اللي بندفنها اليوم بعد الدوام أتوقع، وأثيل الأولى على المدرسة عشان تقيم جمال عقولكم، ولا الشكل هي آخر من يتكلم. يلا نبدأ بالطالبة الأولى، حنوف. مميزات حنوف أنها واثقة بنفسها لدرجة أنها تحاسب أنها حلوة ولها وجه تشارك بالمسابقة. هذه معي بالفصل، مخها زي مخ بسيط خوي سبونج بوب. جمالها خليط بين الجمال العربي وجمال حيواني. الطالبة الثانية فسيوة، تحب الحزن وتكره السعادة، عشان كذا خلينا نخسرها عشان تحسن وتعرف تتفلسف مرة ثانية. الجيل هذا مشكلة والله. الطالبة الثالثة أحلام، تخيلوا حاولت تعطيني فلوس عشان أمدح حسدك، ما تستحي على وجهها ذا الجميلة الأنيقة المميزة. الحكام الثلاثة قرروا مين الفائز ملكة جمال المدرسة، وهي يا الله اختاروني أنا ملكة جمال المدرسة، ما أصدق. ما اخترناك يا النصابة. ما هي صح تعرضي قرار الحكام. انت ما تخلين حركاتك هذي. يغارون مني كالعادة. روح تزوجي فراش المدرسة والهي معه وفكينا. خير، ليش رميتيني؟ ايش سويت انا؟ تبين فوزية تخطف زوجي فراش المدرسة ها؟ بنات تتوقعون في شيء بننجح فيه بحياتنا؟ أقول فتيات القوة، ايش رايكم ناخذ الباص ونروح الرحلة مع نفسنا وباس؟ يلا خلينا نروح بسرعة قبل لا يكفتنا أحد. وين رايحين بدوني؟ سبحان الله، تونا قاعدين نتكلم عنك يا ملاك. نسابة لين الساعة هنا ما قلتوا شيء. شلون نص ساعة والحلقة كلها 8 دقايق؟ أقول تعالي أركب الباص بسرعة بس. يلا 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 يلا. تقوم الساعة 4 الفجر من النوم، تصلي وتتسنن. يا رب تموت شهانة من غير شر وتوفقها. تتأكد ان زوجها على قيد الحياة، طبعا يطلع ميت بالغلط كالعادة. زوجي رقم 351، أرجوك لا تتركني بهذه الدنيا وحيدة. بعدها تسوي فطور مقرف زي وجهها. هذا صوت مين؟ بغيت انقفط يا حلوين؟ احنا حاطين حياتنا بخطر كله عشان نسعدكم يا المشاهدين. بعدها تزور قبور ازواجها السابقين. زوجي رقم 352، انت الوحيد اللي غيرتني للاحسن. زوجي رقم 25، انت الوحيد اللي غيرتني للاحسن. زوجي رقم 54، انت الوحيد اللي غيرتني للاحسن. كم مره تغيرت حياتها ذي؟ وبعدين كذا التغيير للاحسن وزباله كذا للحين؟ وتسوي رياضه نص ساعه. حبيبي قرب بصي بصي بصي، وتساعد كبار السن بالحاره. اعطيني يدك يا جده اساعدك تقطعين الشارع، بسم الله عليك.
لحظة، أنت يا عجوز رايح تناديني جدتي؟ كلي تبن بس، أنت أكبر من أمي. يا الله، كبر السن دعمي النفسية، بس لازم نحترمهم، وش نسوي؟ أقول بس، لو أخذ عمري وأضربه في اثنين، أس اثنين، بصير بعمر بنتك. يا رب ثقتي بيوم من الأيام تصير نفس ثقة فوزية بنفسها. المهم، بعدها تدفن آخر دفعة. بعدها تروح المدرسة، وهدفها شيء واحد، إنها تخلي حياة البنات جحيم، وخصوصاً ليه وجهك مقرف كذا؟ بعطيك مخالفة تلوث بصري، البس القناع هذا يلا. يا اختي اقرفونا بالتعليقات، نبي عيال متوسط نبي عيال متوسط. احنا على الهواء. اوه، والحين نسوي مقابلات مع البنات، ايش رايك بفوزية؟ اتجنن اموت فيها. اوكي ضفي وجهك المنافقة. وانت ايش رايك بفوزية؟ مرة خلتني اتسلق بدار المدرسة عشان اجيب عصاتها، وبعدين ضربتني فيها لاني بغيت اطيح وانا انزلها. لا حلو. شخصيتها خايسة بس جمالها ايش فعلها. أقول اقطع التصوير، الحلقة ملغية. ألبس قرب يا بنات، عشان كذا أبغى كل واحدة منكم تجيب لي بكرة 1000 ريال عشان بزين الفصل لكم، فهمت؟ طبعا زي ما تشوفون بتسرقنا بدون ما تخبي حتى. حياة فوزية كانت كاملة وسعيدة لحد هذه اللحظة، لكن ماما شكلها بنت ضايعة. شهانة روحي دوري أمها معها. لا أنتي ماما، قصدها عشاني معلمة تعتبرني زي أمك. لا أنتي فوزية أمي، أخيرا لقيتك. فوزية البنت جتنا تقول أبوها مات وأنتي أمها، ولازم تأخذينها تربينها الحين. مستحيل هذه بنتي، أنا ما شفت عيال آخر 10 سنين أصلا، كنت قاصرة، أهلي مو بزوجيني. يا شيخة هاي قاصرة، أنتي من انولدتي وأنتي عجوز؟ يمكن عشان كرشتك كبيرة ما حسيتي وانت حامل فيها. ملاك من فضيت لك، روحي اطعني احد بالساحة ولا شيء. خل نسألها ونشوف، وبشيل القناع عشان ما تخاف. صدقيني بتخاف اكثر اذا شافت وجهك. كم عمرك يا شطورة؟ وريحتك معفنة تعور الخشر، روحي تروشي يا وسخة. خلوني انا اتعامل معها، انا البزران يموتون فيني. ايش رايك يا شطورة نروح قلت لكم البزران يحبون يلعبون معي. شكلها بنتها صدق. طيب أبوك مين؟ لأن صدقيني ممكن أنسى عيالي، بس ما أنسى مين تزوج. كان رايح الدمام بالقطار وصار له حادث ومات بالطريق. غريبة، أول زوج ما تقتل فوزية. قلت لكم ما تتقبلتها بحياتي ذا. طيب يمكن فقدت الذاكرة شوية ومدعسناك بالسيارة ذيك المرة. اي والله كان احلى يوم بحياتي من جد، الله يعيد علينا. طيب مين قال لك اني امك؟ صديقتي شافتك باليوتيوب. خلا هذه تشبهك، يمكن هي امك اللي تدورين عليها. طب خلي تسوي تحليل دي ان اي ونشوف الحقيقة. شكلها حاطة أشياء بالسطح عشان تطيح على وجه الناس ويدخلون يسوون عملية تجميل. أهلا وسهلا، سلامات ليكم، طاح عليكم شيء من السطح؟ لا الحمد لله جت سليمة. حسافة. طيب ها أخيرا قررتوا تصيرين حلوين؟ لا تونا، بس نبغى تحللين لو هذه بنت فوزية أو لا. ليش ما تبين تصيرين أمي؟ لأني توي صغيرة، ما بي مسؤوليات ورضاعات وحفايا. غبية أنتي، وش رضاعات؟ أنا عمري 9. يا قليلة الأدب، بتقولين أنا أمك قبيحة؟ عجبني، ما اعترضت على الحفاظات بس الرضاعات. يا بنات فار، ايش ذا المكان المقرف؟ والله هذه جاية مراجعة لعملية خشمها. دكتورة عملية خشمي فاشلة، صدق كأني مايكل جاكسون، بنات عمي يضحكون علي. في أحد معكم معصم خفيران؟ سوي التحليل بسرعة على أفقع بريتمك. أوكي يلا يا شطورة الغرفة. حبيبتي أنا شفايفي ضد الرصاص، يلا وراي خلينا نخلص. والله الورطة، أنا مو مستعدة أربي أحد، الحين توي بسن الزهور. أبشركم النتيجة أكثر من رائعة. طمنينا يا دكتورة وش صار؟ زي ما تشوفون النتيجة جميلة، بس الحين مورمة شوي. احنا جايينك تسوين لها تحليل مو بعملية تجميل. اوه شكلي لخبط، او تصدقون وجهها هاي خرة، كان يحتاج سمكرة. يلا تعالي معي اسوي لك تحليل يا حلوة. احس ودي اقص من خشمي شوي، بس اخاف اصير حلوة بزيادة وتزعلوني من الغيرة. هنوف هالحلقة هذه عن فوزية، ما يحتاج كل موضوع تحولينه عنك.
وخلصنا التحليل، النتيجة تحتاج أسبوع عشان تطلع. خلاص فوزية خليها تعيش معك لين تطلع النتيجة. لا عندي فكرة، واجبكم المدرسة هذا الأسبوع إنه كل واحدة منكم تهتم فيها يوم واحد بيتها. يلا معي للبيت خلي ربيكي صح. بيتي في قوانين خاصة لازم تمشين عليها، فاهمة؟ وش ذا البيت الجزمة؟ احترمي نفسك. صح بيتي جزمة. اسمعي، الأكل بالمطبخ والحمام بالحمام وغرفتك هذيك، وصح في زوج هارب بالبيت إذا لقيتيه علميني. ترى لازم تقصين لي القصة قبل أنام ولا بجلس أصيح طول الليل. يلا طيب. كان يا ما كان في حمارة. وش كان اسمها؟ كيهانة. طيب وش كان لونها؟ زين أوكي وقع خليني أكمل القصة. وكانت كل يوم تتمنى تكون. كانت تتمنى تكون جميلة صح؟ لا يا شيخة. إيش رأيك تقصين القصة أنت أحسن؟ وبالأخير الحمارة تزوجت الحمار وعاش حياته عيسى النهاية. بيجي واحد يخطبني مع أهل القرود اليوم، خليكي مؤدبة فاهمة؟ إيش ذا اللبس الله يفشلك، أنا بزر وما ألبس كذا. شو سوي روحي روح طفلة. حط جليتر بشعرك بعد. لا هذا قشرة، أو تصدقين؟ إيه لما جليتر أصفرت وانورت، حي الله من زار وخفة. فوزية، خليك طيبة مع ولدنا إيتاشي الأسطورة، ترى قلبه طيب، مستحيل يظهر ناملة. غريبة، أنتم أهله؟ بس ما تشبهونه؟ إيه لا هو ذبح أهل الحقيقيين كلهم والقبيلة بعد، وجاب 900 عقدة نفسية لأخوه ساسكي، بس ما عليه القلبة طيب. تصدقون؟ إنه سبني مرة، نفس مسيرتي الفنية، إلا من وين أنتم؟ من كونوها ورا القصيم ب 300 كيلو. لحظة، أمك وأبوك بشر؟ أكيد بشر، ليه وش تحسبينهم؟ بس فوزية قالت أن خطيبي بيجي مع أهل القرود المحافلين اللي بحط لهم سم بالشاهي. لا يا جديد الخاتمة، حاطة سم؟ نصابة، بس قلت إنكم قرود، شوفي بشرب من شاهيكي حتى. خليني أرسلك القرية السحاب المخفية. خل نطلع على فوزية وبنتها، نشوف إيش صار عليهم. ويو تينكر بيل، وش أحلام العصر ذي. فوزية أبي آيفون 14 الجديد. توي شريت لك قبل أمس آخر واحد نزل. يا قدمك في واحد نزل اليوم، اشتري لي ولا ببدأ أصيح. أحسن صيحي. بنات اليوم تفتيش عن ممنوعات وخصوصا جوال آيفون 14. لبسة تاج من ذهب، ما تدرين ان لبس الذهب للرجال حرام؟ تلبسين سماعات تشبهن بالكفار، خافي ربك يصوم القيامة. لبسة ساور بلاك بيك، الفرقة اللي تنافسني بعالم الكي بوب. بعد ما تطلعين من المدرسة تشترين سواراتي فاهمة؟ مفتاح سيارة؟ ما تدري ممنوع السيارات بالمدرسة؟ خير سيارتي برا المدرسة مو بداخل يا المتخلفة. المفتاح جزء من السيارة والقانون لا يحمي المغفلين. ملاك إذا ناقصكي شيء من الممنوعات علميني أعطيكي. لحظة هذا ايفون 14 لون أزرق 1 ميجا. اي تكفين لا تأخذين، أخوي عطاني إياه قبل يتوفى السنة اللي فاتت. يا هذا الجوال نازل أمس. يعني أنا شضابة؟ تدري يا سواق أنا شضابة، روح حق رايلي وخله يقول لعيالي أمهم شضابة. وكي انطمي لك وكي تكذبين على ملكة الكذب. هات الجوال بس. سخالة وصمخ. نعم. سخالة. نعم. وجع قاعدة أقول لك نعم ساعة، ما تعرفين تقولين وش تبين من بعيد؟ هذا الجوال اللي تبينه آيفون 14. لا صار قديم خلاص، ما أبي اكسريه. معلوم عربي أقول لك اكسريه. تعالي اكسره على ظهرك يا العاقة. تضربي معي يا العاقة، حرام عليكي. حددي وضعك، مسكينة ولا شريرة؟ الأم دائما ضحية حتى لو طق بنتها. هل أجلدك أجل قبل يطلع تسحليل وتصيرين أمي؟ واثقة من نفسك مرة. وجع مدام ده تسوي كل هذا؟ هلا والله معليش كنت طفشة
أنا وغيرت الديكور شوي. بس من وين جبت الفلوس؟ أبد والله، هذا من فضل ربي. اسمحي لي ما تدفع زيادة. أبد، بس الشينات كثرين مثلكم وشرواكم. شرواك الطيب، حتى الفيران هنا صاروا كشخة. المهم النتيجة طلعت، عندي لكم أخبار سعيدة أو حزينة، صدقون ما أدري. يا رب بنتي صدقية، تعبت خلاص بيتك. النتيجة تقول أنها ليست بنتك يا فوزية، ما في تطابق أبدا، تشابهكم بالقبح مجرد صدفة. ما طلعت بنتها؟ أكوا، حياتي أخيرا ترجع زي ما كانت. أحسن، أصلا ريحة بيتك شربات خايسة. وداعا يا سخنة، إن شاء الله تبقين أمك الحقيقية. ما أقدر أتخلى عنك، حتى لو كنت أمك الحقيقية ما يهم، أنت صرت بنتي الحين. صح أنك غربتي حياتي، لكن صارت أحلى معك يا بنت العزيزة. صح، أبغاك تشتري لي بلاي ستيشن 5. بمناسبة اليوم الوطني، ما بي أحد منكم يطلع بعد الدوام، فاهمين؟ أبغاكم تجلسون تزينون المدرسة عشان احتفال اليوم الوطني. بس استاذة، زر يمها بس، احنا ناويين نروح الاحتفالات بعد المدرسة. ايه لو اخر حلا اخذت يوم اجازة من زوجة ابوها، وهي ما تعطيها اجازة الا يوم واحد كل 10 سنين. خلاص بنات عادي، بطلع معكم بالعيد الوطني 101، كل واحدة تجيب عيالها معها لا تنسون. انا اقول لك فين استاذة، خلينا نطلع، نحتاج نزور القبور. تبين انت هذا بفضلك. اي صح نسيت، باي. انا اقول يا استاذ ايش رايك لو ازعجتيني خلاص، خصوصا انت يا نورة، وجع بلع مسجل. عادي اطعنك 91 طعنة بمناسبة اليوم الوطني. بتجلسون وتزعنون المدرسة عشان المديرة تعطيني ترقية، وانا بروح احرس الباب. والله ما زين شي في الفصل، اشتغل عند ابوها ذا الخنزيرة المتمكجة. قصي صوتك لا تسمعنا. عندي خطة، تعرفون باب المدرسة الخلفي ورا المقصف، خلونا نكسر القفل حقه ونطلع. شايكم نطلب منها بكل احترام ولطف انها تخلينا نطلع. واو غريبة يجي منك هالكلام، واول ما ترخي دفاعها نطعنها مع خشمها. لا خلينا على خطة هديل، خطتك خليها للنحش الجاية. اوه بطني تعبرني، بروح الحمام، تبغون اجيب لكم شيء وانا جاية؟ وع الله يقرفك من الحمام. لا صعوبات تعلم المقصف. ما تحسين إجازة كل 10 سنين قليل شوي؟ من جد المفروض زوجة أبوي تعطيني إجازة كل 5 سنين يوم، مو كل 10 سنين. تادا سمعت هديل بعيون تقول بنطلع من الباب الخلفي ورا المقصف لأنك تحرسين الباب الرئيسي. والله إني عارفة إن شيهانة ذي زوسة. أقول لك هديل مو بشيهانة. لا غلط عليك، هي شيهانة. وش اللي غلط علي؟ أنا جايبت لك السالفة. المهم تراهم ناويين يهربون. صراحة؟ ما كنت أعرف وش بسوي بدونك يا دبوسة الفصل، تستحقين هذا الوسام. هي غش، وانا وين الوسام حقي؟ ضفي وجهك يا شغلتيني حبيبي. قرب بصي بصي بصلا، اسأل اسأل قهوي نص. زي ما توقعت فوزية تركت هذا الباب بدون حراسة، خطتي نجحت. خطتي اني اخلي اسيل تسمع خطة كذب وتروح تعلم فوزية واحنا نهرب. لحظة، أسمع ريحة فرات شيهانة. أشهد لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله. ساعدتيهم يهربون وخنتيني بعد ما فتحت لك بيتي. والله إني ما كنت أدري، أنا قلت لك الخطة اللي سمعتها. هذا كبر ذانك، ما تسمعين زين. بنات آخر واحدة تطيح وتموت هي الفايزة. مسكينة شيهانة، من كب الصبغة هذه بسيارتها. بنات عندي لكم مفاجأة، صدق أو لا تصدق اليوم هو اليوم الوطني، ايش رايكم نروح للاحتفالات؟ طحتي يا هديل، ترى لو مت بتطلعين من اللعبة. وانت تحسبين لابسين أخضر ليش؟ عشان البيئة غالية على قلوبنا. ويوم كنا بننحاش من القردة فوزية، وش تحسبين السبب؟ عشان قررنا نترك الدراسة وبنروح نحقق حلمنا أننا نشتغل في معك. اها المهم أنك مبسوطة. شلون نلحقهم؟ مكنسي بالورشة يغيرون بطاريتها، وسيارتي رميتها بالبحر مع زوجي. واو، انت قبل فوزية من مسلسل بنات متوسط؟
قرض في وجهك يا البذر. نقصدك أنا؟ عاد تقولي ما في احترام المعلمة؟ أنتي ما في احترام المعلمة؟ بعدين تكون الخطر على الأطفال، لازم أخذها منك. السرعة القصوى، حساسية الحليب الشديدة. شكرا يا فانزاتي. بنات شوفوا حماس، هذه الطراطيع اللي بيطلقونها اليوم. بنات في دجاجة قاعدة تمشي في نص الشارع. يا ساتر خلنا نوقف ننقذها المسكينة. لا مو دجاجة، هذه فاسية. واو فوزية شوف الموز اللي واقف هناك. الله حماس وين؟ برافو عليك يا هديل. خلاص يقطع شكلك، بنرجع المدرسة بنزينها، بنزين بيتك بعد. نوت اسمي سنباي، زوجي المستقبلي. بالحب نقدر نحقق المستحيل. شفتوا وش يصير لما أختكم الكبيرة تعصب؟ ربوا شكلي عديتهم، صار عندهم 7 أرواح. بنقذ حياتكم هذه المرة عشان أعوضكم عن محاولات قتلي لكم أول. يبغى لك تنقذين حياتنا 300 مرة أجل. جاء وقت تنفيذ خطتي، خلوا خططكم للناس الطبيعية مو بذا الجنية. أنا معك، وش الخطة؟ اطلعوا يا بنات، كنت أمزح معاكم بس. وشو هذا على طول تسألون؟ والله جد أشوى لأني بديت أخاف. طول عمرك مخافة يا نورة. فوزية فوزية، مهما كرهوك الناس تذكري إن أبوك يكرهك بعد. شهيني يلا. يلا الحين نحتفل على السنة. لو أكلت 91 برجر حسابكم علينا. متى توظفتي هنا؟ بسم الله. أتوقع زدنا 91 كيلو بمناسبة اليوم الوطني. في مدرسة الفاشلين قليلا السلام دائما يعم الأجواء. وجع، ليش وجهك قبيح كذا؟ عيوني قاعدة تعورني. أرجو أن تمسكين لسانك وتعرفين مع من تتكلمين. دعونا نذهب إلى الساحة حيث يعم السلام والهدوء. نتمنى الركلة القاضية اللي تخليك تنسى كلمة سر إيمالي، ويرسلون لك رسالة فيها كلمة السر الثانية وتنساها بعد. أنا عندي إحساس أني بموت قريب. إحنا فرقة الكيبوب حقت المدرسة اللي بتكسر الدنيا. كيف نكون فرقة كورية وحنا مو بكوريين؟ إلا صديقة أمي كورية، نسيتي؟ إيه صح والله أني غبية. ايش رايكم نسمي فرقتنا قلوب مكسوره تحت الاصلاح والترميم؟ الله حلو. قصه حياه هذه مو باسم. الضربه الساحقه الماحقه اللاحقه اللي تدمر كل شيء قدامها. سبحان الله، الكره لها دقيقه متعلقه في الهواء. الحمد لله اخيرا راح الصداع. من الخنزير اللي وسخت ملابسي بالطين؟ لا تتحركين، لا تتحركين، النجدة جتك. أنا أعرف أحسن طريقة لإزالة الطين. ما يحتاج تشكريني إذا راحت البقعة وصح لا تعلمين أحد عن خلطتي السرية. كراعين ساعديني بسرعة، حياتي بخطر. تمت إزالة القمامة بنجاح. خير، هذا الجزاهة تحاول تساعدك. لحظة لحظة، أنت صديقتها صح؟ مو بمرة مرة، يعني على حسب. يا عيلة وكراعين لا تنزلوا مستواكم لدول البزورة، إحنا أوطى من كده. تخلين صديقتك تفزع لك يا الدلوعة. إيه ما بيوسخ يدي والمس وجهك. والله وجهي أنظف من وجهك، على الأقل أغسله كل سنة مرتين بفيري. صح إن ذا مو بوجه. تعرفين شهارة، أنت بالذات ما أطيقك، تحسبين نفسك شيء وانت ولا شيء. يعني انت قاعده تكلمين ولا شيء؟ يعني انت مجنونه.
تقصد انها من اول مره شافتك ما حبتك لانك مزعجه وريحتك بليله بالكمون. شكرا على الترجمه يا مترجم جوجل. بعدين ترى والله شفنا اظافرك خلاص. هي خليكي محترمه لا افقع عيونك الثلاثه بيها. من جد يا هديل عيب، شنو الاسلوب؟ ارتقي نسوي خويتنا في وجهك بس. لا انا مع الحق بس. برات اجتماع طارئ بسرعه. من ذول البنات يا هنوف؟ هذول شله المسعورات. الا هي الذكيه ولطيفه هي العاطفيه وكراعين هي القويه، مستحيل يفشلون في اي شيء يسوونه مع بعض. قررت انهم يكونون ضحيتي الجديده، ايش رايكم؟ على راحتك. ايش السبب؟ لين سمعتهم يحشون فينا قبل شوي، شكلكم ما سمعتوهم. ايوه ما سمعت حاجه. قليلين الادب. احسهم صيده سهله، تبون نتنمر عليهم؟ اللي تبغين. صراحه شيهانة مره بنت شوارع ولازم نأدبها. اتفق. وش تقترحون نسوي؟ ايش رايك نتمسخر على لبسهم؟ ما ادري لو انتم ملاحظين بس ترى كلنا لابسين مريول. اي والله فساتينهم زينا في كل حاجة يقلدونا عامة بعينهم. لا حول. المهم اسمعوا، نتنمر عليهم وناخذ مصروفهم كل يوم، فاهمين؟ خلاص اللي تشوفينه من اليوم يا الظريفات بخلي حياتكم بالمدرسة جحيم. تقصد انها بتتنمر عليك وحتى اخر السنة؟ نهايتكم قربت. تقصد انه نهايتكم قربت؟ هادي تسكتين شوي. يما يما خرعتني، صرخ صرخ بعد اكثر عشان اخاف. يلا يلا ترفعين صوتك على عمتك علا. نورا بتساعدين صديقاتك؟ لا اصلا شكلهم يمزحون مع بعض. نورا ساعدينا. اوه انت خويتهم، العقاب يشملك. يلا كل واحدة تعطيني الفلوس في صحتها. خير، ما تدرون ان التنمر ممنوع يوم الاحد؟ وبعدين انا الوحيدة اللي مسموح تنمر على طالباتي. خذ ربع فلوس فسحتهم وسوي نفسك ما شفتي شيء. تشترين صمتي بفلوس؟ انا اخذت عهد على نفسي لما صرت مدرسة اني ما اقبل رشاوي. زين خذي نص فسحتهم. اوكي يلا باي، لو احتجت مساعدة علموني. اتوقع بكرة بينسون موضوعنا لا تخافون. شفت شو قلت لكم، مهرجين وانترلاد بينسون موضوعنا. اصلا انا مو بقاعدة اتوازد، قاعدة ادورهم عشان اصفقهم. ايه كيف ما يتصفقين معلميني؟ بس الله كيف عرفوا مكاننا؟ دا لحقنا شعر نورة ودلنا عليكم. نورة ما ودك تسجلين بالتبرع بالاعضاء وتتبرعين بشعرك؟ يلا خلونا نبدأ التمارين. لما نستشهد بنروح الجنة. ساعد نورة. ما ادري شكلها مستانسة وهي تلعب معهم، لا نخرب عليها. شبر يا امر يا شمس نجوم كواكب هوا نلعب سوا. اقول خل نروح نساعدها بس. خل نفلح نساعد نفسنا اول. يلا الحين خل نلعب ثلج موية ونحطها بفريزر المقصف. هاي اتركوها بحالها وخذونا احنا الثنتين بدالها. وليش ما ناخذكم انتم الثلاثة؟ ايش هذا؟ مرة كيوت، بيضحوا بحياتهم عشان صديقتهم. لحظة، ما حد قال لي الموضوع فيه تضحية بالحياة. كراعين، امسكيهم كلهم وربطيهم. لا، خلينا نحترم التضحية ونخفف التنمر على نورة اليوم. هاخدها معايا، يلا باي. ترى أنا أقدر أصفك، بس أبوي قال لي اعطفي على الحيوانات. خلص التروين، عادي أروح أستانس. ايوه خلاص يا شطورة، يلا باي باي. لا وجهي القبيح صار اقبح. يا ربي سامحيني، ما كان بالغلط. يا ربي ايش كثر اعاني. شكل الموضوع مطول، خل نطلب المساعدة من ذاك الشي بالفصل. بيندمون على اليوم اللي ولدتهم امهم فيه. قد قلنا لك يا ملاك قديش نحبك. والله يا اختي دايما افكر فيك وقد ايش انت فلة. ادري ما يحتاج تقولي لي. وقد ايش يا اختي انت طيبة وتحبين تساعدينا. لا تتحمسين. اسمعي نبيك تفرعين وجه بنت تمسحين فيها البلاط، هي وصديقات. ليلي خليس، انا قررت ما اطعن او اضرب اي بنت في المدرسة.
ضحكتيني وانا مالي خلق اضحك. لحظة، ليش طيب؟ بعد ما تعنتك يا نورة آخر مرة علمتوني درس إن العنف مو بحل المشاكل. طيب هالمرة بس نبيك تنسين الدرس وتفقعين وجه البنت. أكيد قاعدين تختبروني، تبون تشوفون أرجع زي أول أو لا. إيه صح، كان اختبار. الحمد لله إنك نالحين ماسكة نفسك. الحين لها 30 حلقة اطعن فينا وبخلق الله، ويوم جينا نستفيد منها وتصير طيبة. صح، أقدر أخلي أمي تذنبكم عشان تحمون نفسكم بنفسكم زيي. حماس يلا. أهلا فيكم في نادي المجانين للقتال. أول درس، وش أكثر شيء تبون تحمونه؟ أخواني وأهلي أصدقائي. BTS. يا شيخة BTS زلابة، بفقع وجههم إذا جوا يسوون حفلة عندنا. لو رجالة فكيني وأنا أوريك شغلك. شفتوا كيف تصيرون شجعان لما تبغون تحمون شيء تحبونه؟ أها يعني هذا كان اختبار لي بس مو بصدق؟ لا صدق، بفقع وجههم. حطوني عليها أربيها من جديد. طيب وش أكثر شيء يميزكم أو مهاراتكم الخاصة؟ ريحة أباطي مرة قوية، أقدر أقتل فيل فيها. أقدر أحبس نفسي 3 ثواني فوق الماء. أنا أعرف أرقص مصري. وصح تذكرت قدرتي أشوف 20 حلقة أنمي ورا بعض. السؤال الأخير، متى ناويين تدفعون رسوم الاشتراك؟ ليه خلاص هم يدفعوا لي صداقتهم. وين البنك اللي يصرف صداقتهم كاش؟ أقصد التربينهم ببلاش. على كيف أمك؟ إيه على كيف أمي، لأنك أمي. كلام منطقي، وأصلاً أنا ناوية أبدأ صفحة قديمة. أبلا أبغى أروح الحمام. تبغين تروحين الحمام لازم تهزميني أول. لا خلاص ما يحتاج، سروالي لونه أصفر أصلاً. أنا إيش خلاني أفتح نادي وأدرب ذا المبزرة لو جالسة مع عصابة الأشرار أبرد. يلا نبدأ التدريب. أبغاكم تعبونهم موية وتطلعونه فوق الجبل وما تنزل ولا قطرة. ليه ما فيكيش ايد؟ حرفيا المتنمرات كانوا يرحموني اكثر. تخيلي لو BTS جو يسوون حفلة عندنا ولازم تحمينهم من المعجبات. BTS ملكي انا بس. مطلوب منكم تسبحون 3 كيلو وانتبهوا من الحوت الابيض. لحظة ليكون بياكلنا. لا بس هو مغازلجي. في مرفع عينيك الأزرق أحلم بالبحر وبالأبحار وأصيد ملايين الأقمار. في مرفع عينيك الأزرق أركض كالطفل على الصخر أستنشق رائحة البحر. مطلوب منكم تلاكمون الصبار. ممنوع قطع الصبار في هذه المحمية. أقول خلنا بحالنا لأقطعها نصين. خلي بالك من العيال يا أبو مصطفى، أنا رايح عند ربنا. هذا جزء من التدريب. واضح. وبعد أن تدربوا فتيات القوة لمدة 5 سنوات صاروا جاهزين لمواجهة الشر. طبعا للحين بثاني متوسط. أشكالنا وملابسنا تغيرت، معناها صرنا أقوى من أول. فعلا تغيرت أشكالكم بس ريحة أباطك ما تغيرت. بالعكس الريحة أقوى، شوفوا العصافير واقعة من السماء. أما هذه الريحة مني وأنا أحسد في بالوعة انفجره بالمدينة طول هالوقت. المهم لو تنمرتوا علينا زيادة راح تندمون. والله زي ما قلت ما راح نوقف لين آخر السنة. أجل ما تركتونا خيار ثالث. جاء الوقت نوريكم قوتنا الحقيقية. إحنا فرقة الكيبوب حقة المدرسة. بنطهر المدرسة من أشكالكم. لا ترى أنتم وسختوها. لأننا ناس طيبين راح نستخدم الموسيقى بدل العنف. إيش قاعدة تقول ذي؟ لازم نتغدى فيهم قبل يتعشون فينا. Nothing works.
so slow, shadows lurk all around, and our sorrow. بس هالشي ما راح يوقفني. لا الأغنية مرة حلوة قاعدة أركض خاصبا علي. الشعر الحديدي المزيت شوي. أحلى فيلم شفته بحياتي حماس. يا رب يخسرون كلهم. لو قربنا منهم بنرقص خاصبا عننا، ولو صوبنا عليهم من بعيد الموسيقى بتصدق ضربات. جتني خطة. يعني وش 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 يعني قاعدة أقول الخطة. لا حلو حلو يلا نبدأ. ما توقعت إني راح أستخدم هذا المضرب اليوم. أجل ليش جايبته معك؟ ممكن تخليني أعيش جوي شوي. ورثت هذا المضرب من أختي العزيزة. بس أختك عايشة للحين ما توفت. أها أي صح تذكرت، شكرا على تخريب اللحظة. جاء الوقت نوريكم قوتنا الحقيقية. ادونا كل اللي عندك من شلة البزورة. خلصت كرات السوق كلها وما قدرت تهزميني. استخدمت المضرب الثقيل سلاح اما بعيني ما انتبهت. لطيفة قومي بسرعة بلدنا، أحتاج موسيقى في الخلفية. كأني بسمح لك تغنين بهالصوت المعفن. الفلقة الأسطورية. كراعيب كراعيب بسرعة ساعديني. كراعيب لو ضربوني يا ويلك فانا. بعد كل اللي سويتيه تبغين تهربين؟ بانتين يعني شعر صحي. دحين حيتنمروا على شلتي ويخلونا خدم عندهم. أشهد أن لا إله إلا الله. إيش هذا؟ ليش سابونا ومشوا؟ ما فهمت. هي غجب انتو، ما تناوين تتنمروا علينا. وليش نتنمر عليكم؟ احنا ما فينا عقد نفسية زيكم، عندنا حياة حلوة بنعيشها. لحظة استني جد، احنا ليش اتنمرنا عليهم بالاساس؟ ايش كنا نستفيد؟ هل احنا جد معقدين نفسيا؟ ليش ما قلت لا لما إلا اقترحت التنمر؟ شو السبب؟ ليان سمعتهم يحشوا فينا قبل شوي. هل كانت تكذب علينا عشان نكرههم؟ وحتى لو كان كلامها جد، هل هذا سبب كافي للتنمر؟ بنات عندي مخططات كثيرة للانتقام منهم، بشوه سمعتهم وبدمرهم تدمير. أنا قررت أوقف التنمر خلاص، ورايح أعتذر للبنات على كل حاجة عملتها. واو كالعادة، شيء متوقع منك تخونيني وتصيرين من أعدائي. إيش دخل الخيانة؟ إيش بك أنت تتلاعب فينا كده؟ كل مرة ما نسمع كلامك تحسسينا إننا أشرار. يكفي إنه كراعين اتكسرت يدها وهي تحميكي. إيه بس أنا عادي عندي أحميها. مرة ثانية حاولي تحميني للأخير، طب أول ما انكسرت يدك وقفتي مكانك. إيه صح صح، المفروض إني ساعدتك. أنت تشوفي الناس أدوات عندي، أهم شيء مصلحتك. يا شيخة تبيني أذكرك بمواقفك الزبالة معي؟ سمحتك عليها؟ لحظة أنا استوعبت حاجة، أنت صديقة سوء. خلاص أنا حطلع من الفرقة. أحسن أطلع وروح اعتذري لهم، خلي فشلونك وعرف إن هذا آخر ما بيني وبينك. أحسن، ما أحتاج صديقة تتلعب بمخي طول الوقت زي ما تبغى. شفت كيف تضحين بصداقتنا عشان ناس غريبة؟ هيا كملي بالتلاعب حقك، أنا ماشية. ونصيحة يا كراعين، أتركيها قبل تندمي. أصلاً متعودة عن كل الناس تتركني، أكيد أنت زيهم بعد. لا بكون صديقتك للأبد، لا تخافين. بنات أبغاكم تسامحوني على تنمري عليكم، أنا غلطانة
وأتفاهم لو ما قبلتوا الاعتذار. معلش باب المسامحة مقفول حاليا. ما عليك منها، خلاص خلاص بنفكر بالموضوع ونقول لك. تمام شكرا يا أمورات. إيه والله راحت اعتذرت لهم وما سمعت كلامي. أنا أوريها كراعين، روح دفيها قدام البنات على الطين، خلي نفشلها ونطلعها على حقيقتها. لا حرام، هي صديقتي. بس هي قلبت علي وظلمتني، ليه كنت بصفها بعد؟ لا ما بي اختار بينكم لانكم كلكم صديقاتي. طول عمرك جبانة، انا بروح ادفها. يا اختي خلاص هنمشي الموضوع، ما تسوى السالفة. لحظة، انت يا ضيفة الشخصية تعلميني وش اسوي؟ صدق مالك فايدة بأي شيء يا اغبى غبية، احمد ربك اني مصادقتك. طيب عاد نفشل فوزية بدالها او ندور حل ثاني؟ طيب عاد تطمن يا الغبية يا الفاشلة يلا حتى جدول الضرب حق الصغر ما تعرفينه. وصح لو تدخلتي بعلم اهلك انك جبتي 1.5 في اختبار الرياضيات بالغش. حتى كل مرة يصير نفس الشيء، لازم اعاني عشان احد يحبني. لو سويتيها ثاني ترى ما راح اصير احبك. دايم ومخيبة ظني بدرجاتك، شوفي أخوك أحسن منك. جبت مقاضي البيت ومقاضي الجيران بعد. أنت أكثر واحدة تخدميني عشان كذا أحبك. يلا روحي رتبي غرفة أخوك. بس عندي 12 اختبار بكرة. كالعادة ما منك فايدة. لا 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 خلاص. طيب ليش دايما أنا مضحي بكل علاقة؟ ليش دايما أخاف أقول رأيي عشان ما حد يكرهني؟ ليش لازم أدعس على نفسي عشان أحد يحبني؟ ليش حبي صعب كذا؟ زعلين يا جل ها؟ بسم الله وش ذا الغولة؟ توي أدري إن شركت معنا بالمدرسة. مهما حاولت أو عملت ما في فايدة، راح أظل بشعة. ليش أنت دبك كذا؟ نحس أخيرا ما حد راح يتنمر علي. ياه وجهك كله حبوب، غسلي الله يقرفك. أعصابك، ترى أنا جايين المدرسة مو برايحين عرس. هل بنت مرة لحجية؟ متى راح يتقبلوني كل الناس ويرضوا عني؟ ليش تقردوا نفسكم معايا؟ ما تخافوا الناس يستهزئوا فيكم؟ والله الناس مهما تسوين، لو كنت ملكة جمال المجرة زيي بتتكلم وتطبطب وتدور الزلة. عشان كذا لا يهمونك ولا ما رح تعيشين ابدا. واللي لازم تغيرين شكلك وتدعسين على نفسك عشان تعجبينهم، هذا اللي مو اصدقاء حقيقيين. ما بقي لي غيرك في هالدنيا، لا تتركيني. ابغى اصادق الناس يحبوني عشان روحي مو عشان يستغلوني زيك. لا تقلبين علي ونقدر بعلم اهلك على اختبار الرياضيات. لا تنسي تقولين لهم حتى العلوم جبت فيها صفر. هالبنات كل مره يعلموني درس جديد، صاروهم المدرسات وعلى الطالبة الحلوة الفقيرة اللي يحبها ولد الأغنياء. بس هالشي ما يمنعني اني اجلدهم. وصخت المدرسة يلا كل واحدة 300 ريال. فوزية السماء قاعدة تمطر رجال. والله صدق اغيرا حلمي كله لتحقق. شفنا لو تدبرنا 100 سنة ما راح نقدر نهزم فوزية. اذا تبغين شعرك يكون زي ليسا تمسكين غرتك وتفرين أمها وتقصين وتطلعين بهذا الجمال. مبروك صرتي ليسا، حتى ممكن أحلى من ليسا. أقول تخسرين وتعقبين، ليسا عمتك، أنا كل شيء أسويه أضبطه وأنا خلقها أشبه ليسا أصلا. بنات ما فيني حيل تمارين، أمس أفطرت هرفي وتغديت ماك وتعشيت كنتاكي، الحرقان واصل خشمي. غريبة ليش لابسة قبعة يا نورة؟ وات أنا كل يوم ألبس قبعة أصلا، ليش توك تلاحظين لهالدرجة ما تركزين بشكلي؟ آه إيه صح تذكرت، بس كان قصدي ليش الإنسان يلبس قبعة بشكل عام عرفتي؟ لحظة ها أنتي وش لابسة؟ يا أختي أنا أرتاح وأنا لابسة سروال تحت المريول، إيش دخلك؟ مين كلمك يا مخلقين؟ أنتي لو تلبسين وزرة بعد شارح عليك، قاعد أكلم نورة. لابسة مريولي كالعادة، إيش فيه؟ لا والله صدق مريول؟ صدقين حسبتك لابسة لبس غوص.
أبلة فوزية أنت مرة تضحكين وجميلة في نفس الوقت، يا رب أصير زيك إذا كبرت. أستغفر الله. ما شفتي شيء حبيبتي؟ لحظة، قاعدة تتمصلحين معي عشان ما أعاقبك؟ ها أنا أوريك الحين يا بنت تأذن جلطة واحد من قلوبي، دقوا على البقالة بسرعة. الحمد لله جتها جلطة. نورة ما في شمس بالفصل، ليش لابسة قبعة؟ ما تدرين حالة هذه الموضة الحين، قبعات الصيف داخل الفصول. حمستيني، بجمع مصروفي كل شهر لمدة 5 سنين عشان اشتريها. كم مصروفك بالشهر؟ 3 ريال. فلوشين وصلوا لي أكبر قبعات صيف عندكم، اللوكيشن مدرسة الفاشلين قليلا. حلا شو رايك اروح افقع وجه زوجة ابوك؟ صدقيني اخرتها بتشغلك سواك عندها. هاي بنات تلاحظون شيء جديد علي؟ صبغت شعرك بني؟ أنا لون شعري بني. حلوة قبعتك هنوف، أنا بعد بقلد نورة زيك واشتري قبعة. من جدك صرتي فاشينيستا المدرسة؟ أنا على آخر عمري أقلد نورة. وش شعورك يا نورة بعد ما بدأتي هذه الموضة؟ ها إيه سعادة مرة، معليش بطني يعورني بروح الحمام. والحل مع هذه الورطة اللي حطيت نفسي فيها؟ نورة سمعت في مدرسة جديدة تجنن، ما ودك تنقلين لها تغيرين جو. لحظة ليش قصة شعرك كذا؟ اوكي خلاص استسلم بشرح لك، ما اقدر اعيش هالكذبة زيادة. ما يحتاج تشرحين، انا فهمت كل شيء. تبغين تصيرين فاشينيستا المدرسة بقصتك الجديدة هذه؟ ايش قاعدة تقولين انتي؟ نشوف من فاشينيستا المدرسة الحين. يلا بسرعة من يبغى يقلدني. الحمد لله والشكر، من لعب بشعرك كذا. انتظري تراك فهمة غلط. واو نورة قصة شعرها بطريقة مميزة، ما قد شفت أحد مسوي كذا، شكل هذه الموضة الجديدة. سبحان الله الموضة يوم يضحكون عليها ويوم يقلدونها. مسوية طلعة منها. بنات فاتكم بالعيد، دخلت المطبخ عند الشغالات وقالوا لي ما شاء الله هنوف انت سمسم عروسة. لا لا انت سمسم اميرة، انا يبغى انت زواج ولد انا. لا لا انا يبغى انت زواج زوج انا. ومرة الخدمات خقوا علي حتى مدحوني بلغتهم. ما شاء الله كيف عرفت انهم يمدحونك بلغتهم؟ ما يبغى لها تذكير، انت مستوعبة الجمال اللي واقف قدامك؟ أنا شغالتنا قد حاولت تقتلني بس رقبتي كانت بعيدة عنها، بعدين حاولت تطعم بطني ومسكتها ورميتها من فوق الدرج، بعدين اطلقت علي بالمسدس. بس أنت قلتي لي أمس ما قد جبتوا شغالة لبيتكم. ها؟ إيه قصدي شغلت جدتي هاجمتني. بس أنت قايلة أن جدتك ميتة قبل ما تولدين. إيه الشغالة قتلتها؟ الموضوع حزين، رجاء لا حد يكلمني فيه. هنوف عشان تسمعين المدح بلغتهم هذه سماعات تلبسينها تترجم الكلام اللي يقولونه. ما شاء الله أسيل أنت مخترعتها، والله أنك ذكية. لا شريتها من جرير كان عليها خصم. يا حليلك يا أسيل في أعماقك إنسان طيب. أها يافع عليك، مرة طيب الله يحفظني. أخيرا بسمع مدح لي بكل اللغات. أحم أحم شغلت السماعة. يلا بدو المدح. يليل جت القردة تستعرض، بسرعة امدحيها عشان تذب وجهها، نبي ننزل مقاطع تيك توك. بروح النار من كثر ما كذبت عليها بالمدح. انت كافة عادي تكذبي، اكذبي عليها. من يقصدون بالقردة؟ ما عندنا قردة بالبيت، ليكون امي شارية قرد من وراي. اكذبي عليها بشرط تسوي لي اندومي شهر. ليش اطبخ لك اندومي شهر؟ مو احنا بنذبح امها بعد بكرة وبنهرب. خل امدحها عشان ما تشك. واو هنوف انت مرة حلوة سمسم وردة. وش فيك خرعتيني؟ ايش صاير يما؟ الموضة خطير مرة. يا ساتر ايش صاير؟ تمالكي نفسك لما اقولك الخبر ارجوك. ترى مسختيها، تكلمي اخلصي. اول شيء اعديني ما تجيك جلطة. اوعدك يلا تكلمي. الخدمة تقول عن بنتك انها قبيحة وقردة. بس هذا اللي سمعتيه؟ ما قالوا شيء ثاني؟ مدري قالوا اشياء سخيفة بيسوونها لك، بس السالفة المهمة انهم يقول عني بشعة. لحظة وش ناويين يسوون لي؟ اقول لك قالوا عني قبيحة، وانت امك ايش قالوا عنك؟ الحين مطلعتني من الحمام عشان تقولين لي هالسالفة؟ دايما انا اهتم بمشاكل الناس، بس الناس ما تهتم بمشاكلي.
وشلونك يا فوزية بعد ما روحتي جائزة نوبل السلام لقضاء على الأنوثة بين الرجال؟ بنات في قناة تلفزيون تقابل قبل فوزية. صدقوني ناويين يصورون فيلم رعب. أنا آخر واحدة تتكلم، بس ملابسها مرة تفشل. حمستوني خل أشوف. وأصلا من متى ملابسها ما تفشل؟ سعيدا جدا بالجائزة، لكن الجائزة الأهم واللي أبي أفوز فيها هي محبة الناس لي. صدقوني بتموت قبل لا تفوز بذا الجائزة. المفروض يقبلوني أنا ملك. شو سوي الحين لو واحد شافني بس نكتة المدرسة؟ لازم أرجع البيت بسرعة بدون ما حد يشوف. هنوف سلامات، لماذا تمشين بهذا الشكل الغريب؟ شهانة شوفي حلا نورة اطلعوا وشوفوا فوزية، روح اطلع معاهم يلا. شكلك موزي شي عني، ترى يا شوف كنن وعارف هالحركات. كشفتيني يا عبقرية، قاعدة اطبق رقصة جديدة تعلمتها عشان ارقصها بحفل الامهات. وش اسم الرقصة؟ رقصة ثعبان. حماس ودي اتعلمها وارقص معك بحفل الامهات. اوكي، اول درس بالرقصة انك تغمضين عيونك وتتخيلين انك حية لمدة نص ساعة. عاد انت حية خلقة، شكلك طمرتي هالمرحلة. تضحكين، اقول غمضي وانت ساكتة. لازم اوصل الباب بسرعة. هنوف تعالي خلنا نصور مع فوزية. حالة انت الوحيدة اللي اقدر اثق فيها، انا بورطة مريولي ورا توسخ. بنات هنوف تحتاج مساعدة، مريولها توسخ. اسكتي يا الفضيحة، فضحتيني. ما اقدر اثق باحد بهذه المدرسة. يا حد انتبه، المفروض يخلوني ملكة جمال المنحاشين. ما شاء الله طلع في نص الدوام. زين انك جيتي، من زمان ما جلدت احد. اخيرا عدت المهمة بنجاح. هنوف مدرستك المجنونة طلع بالقنوات كلها. موت كل ازواجي الله يرحمهم اشاعة نشروها الهيترز. شو هنوف تستمر؟ متى يجي حفل الامهات عشان اسوي الرقصه؟